بسم الله الرحمن الرحيم، أبناء الطلبة والطالبات، في الفيديو ده هنعرف الفرق بين البوزيتيف اند النيجاتيف لوجيك. زي ما احنا عارفين ان السيجنال بتاعتي بيبقى ليها فاليو، السيجنال بتاعتي بيبقى ليها فاليو الفولت بتاعي، فالمفروض لو 5 فولت في حالة البوزيتيف لوجيك، الخمسة فولت معناها هاي والجراوند معناها لو. الهاي في البوزيتيف لوجيك اللوجيك فاليو بتاعتها 1، واللو اللوجيك بتاعتها ايه؟ زيرو. في النيجاتيف لوجيك لا، في النيجاتيف لوجيك عندي بدل ما تبقى 5 فولت بتبقى ناقص 5 فولت، الفولت بتاعي بالايه؟ بالسالب، وبالتالي هيبقى هنا في الحاله ديت الهاي بتاعي طبعا صفر اعلى ولا السالب 5؟ اكيد الصفر. في حاله النيجاتيف لوجيك الهاي معناها لوجيك زيرو، واللو معناها لوجيك 1، او الهاي معناها الجراوند واللو معناها ناقص 5 فولت. يبقى تاني البوزيتيف واللوجيك، البوزيتيف لوجيك والنيجاتيف لوجيك عكس بعض، الهاي ب 1 واللو ب 0 في البوزيتيف لوجيك، لكن النيجاتيف لوجيك الهاي ب 0 واللو ب 1. الهاي في البوزيتيف بنظر 5 فولت موجب 5 فولت، والهاي في النيجاتيف بناظر ايه؟ بناظر جراوند. اللو في البوزيتيف بناظر جراوند، واللو في النيجاتيف بناظر ناقص 5 فولت. تعالوا مع بعض نشوف الحالات المختلفة. لو انا عندي تو ستيبل بأشكال مختلفة، سواء كان باللو او الهاي الانبوت بتاعي وشكل الاوت بتاعي، هنشوف الاشكال المختلفة للجيتس. كل جيت في حالة البوزيتيف بتنظر ايه في حالة الايه؟ النيجاتيف. لو انا عندي تو ستيبل بالمنظر ده، التو ستيبل بيقول طبعا الداخل بيقول له لو هاي لو هاي، او الاثنين لو واثنين هاي. لو الداخل بالمنظر ده طلع ده الخارج بتاعي الاول بتاعي 3 لو وواحده ايه؟ هاي. 3 لو وواحده هاي، يبقى ده شكل تو ستيبل. عايز اشوف الشكل ده هيطلع لي ايه لو انا شغاله بوزيتيف لوجيك او شغاله نيجاتيف لوجيك. لو انا شغاله بوزيتيف لوجيك هشيل كل لو واحط زيرو، وهشيل كل هاي واحط ايه؟ واحد. المفروض البوزيتيف لوجيك الهاي معناها واحد واللو معناها زيرو. تعالوا مع بعض نشوف لو شلت كل واحده من دول وحطيت واحد وصفر، طبعا قلنا لو احط زيرو اهو، والهاي والهاي احط ايه؟ احط واحد. ايه شكل الجدي؟ ايه الجديات اللي طلع لي لما يكون الدخل بتاعي طلع 3 اصفار واحد؟ دي اكيد مين؟ قلنا الجيت اللي بتطلع واحد في حاله لما يكون كل الانبوتس واحد، يعني مين؟ الاند ايه؟ جيت. يبقى التو ستيبل دوت طلع لي اند جيت، يبقى دي بوزيتيف لوجيك اند جيت، بوزيتيف لوجيك اند جيت. طب لو انا بقى قمت عامله ايه؟ قمت شايله كل لو وحاطه واحد، وقمت شايله كل هاي وحاطه زيرو في حاله النيجاتيف لوجيك. لو انت شفت التو ستيبل ده هشيل كل لو واحط ايه؟ واحدين واحد، او اشيل كل هاي واحط ايه؟ اصفار. الجيت دي شبه ايه؟ صفر واحد صفر واحد، صفرين واحدين، والخارج طلع صفر تلات واحد. مش دي عبارة عن الاور جيت؟ الاور جيت قلنا بتطلع واحد لما يكون احد المدخلات تساوي ايه؟ واحد، ولما يكون كل المدخلات بصفر تطلع صفر، دي الاور جيت. يبقى هنا في الحالة ديت نفس التو ستيبل، لو انا اشتغلت عليه على انه بوزيتيف لوجيك هيطلع لي الاند جيت، ولو اشتغلت عليه على انه نيجاتيف لوجيك هيطلع لي الاور جيت. بالايه؟ بالدخل بتاعها ايه؟ معناه الشكل ده معناها اور، بس شغاله على نيجاتيف ايه؟ نيجاتيف لوجيك. يبقى في الحاله دي انا عايز اقول ان الاند جيت في البوزيتيف لوجيك تناظر بالظبط الايه؟ الاور جيت، بس في النيجاتيف ايه؟ لوجيك. تمام. تعالوا ناخد الحاله الثانيه. الحاله الثانيه برضو عندي تو ستيبل بالمنظر ده، اتنين لو يطلع لو، لو واحده منهم بهاي تطلع ايه؟ هاي. نفس التو ستيبل ده هو مره اعوض عنه ب في البوزيتيف لوجيك. يعني ايه بوزيتيف لوجيك؟ قلت بشيل الهاي احطها واحد، واشيل اللو احطها ايه؟ زيرو، واعوض عنها بالنيجاتيف ايه؟ لوجيك، واشوف التو ستيبل ده يناظر انهي جيت من الجيتس اللي احنا خدناها. فلو جيت انا شلت كل لو حطيت زيرو، كل هاي حطيت ايه؟ واحد، هتبقى صفر واحد صفر واحد، واحدين صفرين، وهتبقى صفر تلات واحد. دي عبارة عن ايه؟ اللي بتطلع واحد لما يكون احد المدخلات بواحد، دي عبارة عن الاور جيت. الاور جيت يبقى في البوزيتيف لوجيك دي تطلع اور جيت. طب تعالوا على نفس التروث تيبل دوت، هعوض بدل ما احط اللو بزيرو زي هنا في البوزيتيف لوجيك، لان احط اللو بايه؟ واحد. يبقى هنا ايه؟ تلات واحد، صفرين واحد، صفر واحد صفر، تلات ايه؟ تصفار. ايه الجيت دي؟ دي الاند، معناها الاند بتطلع واحد لما يكون احد المدخلات بايه؟
واحد. يبقى في الحاله ديت الاور جيت في البوزيتيف لوجيك تناظر الاند جيت في الايه، في النيجاتيف لوجيك. كان العكس في السلايد اللي فاتت، كانت الاور في النيجاتيف هي نفسها الاند في الايه، في البوزيتيف. برضه هنا الاور في البوزيتيف هي نفسها الاند جيت في الايه، في النيجاتيف. يبقى هنا في الحاله دي بقول الاور جيت في البوزيتيف لوجيك هي نفسها الاند جيت في النيجاتيف ايه لوجيك. طيب تعالوا على الحاله الثالثه. الحالة التالتة بتقول أنا عندي ترو ستيبل بالمنظر ده، في حالة اللو لو الاتنين لو طلع لو الاتنين لو طلع هاي، لو واحدة منهم بإيه بهاي تطلع، واحدة منهم بلو تطلع هاي، أهو هاي لو، يعني معناه إيه؟ معناه بتطلع إيه؟ بتطلع هاي لما يكون واحدة منهم إيه؟ بلو، بتطلع هاي لما يكون واحدة منهم بلو، تمام كده؟ برضه هعوض في الكيس ديت مرة الاتش بواحد والال بزيرو لو انا شغاله بوستيف، او مره الاتش بزيرو والال بواحد لو انا شغاله نيجاتيف. لما اجي اشتغل على التو ستيبل ده واحط الوحايد الاتشات الهاي بوحايد واللو بايه باصفار، تطلع صفر واحد صفر واحد، صفرين واحدين، وهتطلع الاوبر بتاعي تلات وحايد ايه صفر، تلات وحايد صفر. ايه الشكل ده؟ الشكل ده هو عباره عن ايه؟ عباره عن الناند جيت. فعلا الناند جيت، الناند بتقول ايه؟ بتقول ان انت هتطلع واحد لما واحد لما يكون احد المدخلات بايه؟ وحايد. ما هو قلنا الناند الانفرت بتاع مين؟ بتاع الاند. فالمفروض الاند كانت بتطلع تلات اصفار واحد، لا الناند هتطلع تلات وحايد ايه؟ صفر. يبقى دي الناند جيت في حاله البوزيتيف لوجيك. طب لو انا جيت نفس الترو ستيبل بس بدل ما اعوض بالاتش بواحد عوضت بالاتش بايه؟ زيرو، وبدل ما اعوض باللو بزيرو عوضت باللو بايه؟ واحد. طلع الترو ستيبل عباره عن ايه؟ عباره عن واحد تلات اصفار، وواحد تلات اصفار ده عباره عن مين؟ بتطلع واحد لما يكون المدخلات بايه؟ كلهم بايه؟ باصفار. دي عباره عن النور ايه؟ جيت. يبقى في الحاله ديت الناند جيت في حاله البوزيتيف لوجيك هي نفسها النور جيت في حاله النيجاتيف لوجيك. يبقى ده الكيس التالتة. الحالة الرابعة والأخيرة اللي فيها ترو ستيبل بيبقى عامل المنظر ده، اللي هو بيطلع هاي لما يكون كل المدخلات ايه؟ لو. بيطلع هاي لما يكون كل المدخلات لو. لو جيت عوضت بالهاي بواحد واللو بزيرو في البوزيتيف لوجيك هيطلع لي واحد تلات اصفار. واحد تلات اصفار دي عبارة عن ايه؟ المفروض ان هي بتطلع صفر تلات وحايد لو هي ايه؟ لو هي اور، لكن طلعت واحد تلات اصفار معناها النور جيت. يبقى ديت معناها تكافئ بالظبط النور جيت في حالة البوزيتيف ايه؟ لوجيك. نفس الترو ستيبل بس بدل ما اعوض بالاتش بواحد والال بزيرو، لا انا اعوض الاتش بزيرو والال بواحد في حالة النيجاتيف ايه؟ لوجيك. هتلاحظوا هتطلع صفر تلات وحايد، صفر تلات وحايد ديت معناها الايه؟ الناند ايه؟ الناند جيت في حاله النيجاتيف لوجيك. يبقى بالظبط اكني اثبت ان النور جيت بوزيتيف لوجيك هي نفسها الناند جيت في حاله النيجاتيف ايه؟ لوجيك. لو جيت وبصيت هلاحظ ان هلخص الاربع حالات اللي احنا خدناهم، ان الاند في البوزيتيف هي نفسها الاور في النيجاتيف، الناند في البوزيتيف هي نفسها النور في النيجاتيف، الاور في البوزيتيف لوجيك هي نفسها الاند جيت في النيجاتيف لوجيك، والنور في البوزيتيف لوجيك هي نفسها الناند في النيجاتيف لوجيك. بكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا وعرفنا الفرق بين النيجاتيف لوجيك والبوزيتيف لوجيك.